النهارده ان شاء الله مشرفنا اخونا الكبير الاستاذ دكتور اسامه الكولي استاذ جامعه اسكندريه. دكتور اسامه اخ عزيز عليا شخصيا، وبصراحه احنا اول ما طلبنا منه انه يجي ويشاركنا في الايام العلميه، الراجل بصراحه ما تاخرش علينا خالص. وهيكلمنا في موضوع احنا كلنا بصراحه بنشوفه، مفيش عيان سايكاتري ما بيشتكيش من النوم، يا اما لما بنديله علاج يشتكي تاني من النوم يا زايد يا قالب. دكتور اسامه دراساته المتخصصه في الدكتوراه اظن في كندا كانت على السليب، فمن احسن الناس اللي هنسمع منه موضوع السليب. اتفضل دكتور اسامه. شكرا دكتور محمد، اولا بعتذر جدا على التاخير، بس part of my sleep problem or sleep disorder انك تصحى تفتح عينك وتلاقي المنبه شغال وتقول مين الغبي اللي شغل المنبه ده، مين انا نسيت اظبطه، وتكمل نومك وانت كل ده مرتبه من قبلها بليله. وده sign of what sleep deprivation. If you are sleep deprived اي وقت هتاخد فرصه انك تنام هتضحك على نفسك عشان تكمل نوم. So this is my disorder. This is my first diagnosis. النهاردة هنتكلم عن sleep and psychiatry. أنا سهرت امبارح لأني عرفت إن كنت قبل كده خدته مع دكتورة جايدة الـ sleep disorder أو يعني رزومية على الـ sleep، بس حاولت أشوف هل أنا ممكن نأديها بشكل آخر أسهل للسايكاتريست شوية ولا لأ. بدايتي في الـ sleep كانت 2004. المرحوم أستاذنا وأستاذ الأجيال كلها أكيد حضرتك دكتور طارق هو ده أستاذي، ودكتورة شهيرة لوزة دي سليب سبيشاليست. لما بدأت أتخصص في السليب كان سؤالي اللي رحت حتى الدكتور طارق هو ماله السايكاتري، هو السليب ده إيه علاقته بالسايكاتري؟ وكان مشكلتي الأساسية إن لما سافرت بره وفي كندا وفي ستانفورد كان القسم كله هو سليب مش سايكاتري، يعني البرانش اسمه سليب كلينيك او سليب ديبارتمنت، فيها سايكاتريست سايكولوجيست واللي هم بتوع تشست وبتوع الاي ان تي وبتوع الفيزيوثيرابي. لو تتخيلوا ان البرانش بقى وداخل مع بتوع الدايت وداخل معانا بتوع البطنه الكارديولوجي، وده سليب ديبارتمنت مش سايكاتري ديبارتمنت منه السليب بره. السليب بقى برانش لوحده بكل تخصصات الريليتد للسليب. فكان دايما السؤال اللي بينمو، يعني هو الموضوع كبير للدرجه دي؟ فلما بتقرا فيه وبتسمع عنه لا الموضوع كبير جدا. كان انا فاكر احد الاساتذه قال جمله مش قادر انساها، قال لي انتوا طولت حياتك بتقضي ان سليب ويو نيفر اكزامين يور سيلف في طولت حياتك. التلتين التانيين قاعد تقول انا بشرب سجاير عشان كان جالي هايبرتنشن، انا باكل كتير عشان كان كده تخن. على فكره طولت حياتك انت راكنه، والطولت ده ممكن يبقى كوز او كونسيكونس اور ريزلتس اور كوز ل اللي بيحصل في التلتين الاخرين. فده اللي دخلني شويه ان انا احب السليب او احاول اتكلم عنه. النهارده هنتكلم على العلاقه ما بين السليب والسايكاتري، وان العلاقه دي باي دايركشنال، يعني السليب ديس اوردر بتعمل سايكاتريك مانيفستيشنز والفايس فيرسا، العكس بالعكس. هنبتدي كده بشويه اسئله واشوف كده بري تيست كويز كده او بري ليكتشر كويز. ذا موست كومن كوز اوف اكسسيف داي تايم سليبنس في رايكم هيبقى ايه؟ تمام. ذا موست كومن كوز اوف انك عايز تنام انك ما بتنامش، مش الديس اوردر. فدي لازم حاجه مهمه نسالها واحنا بنسال العيانين بتوع السليب او حتى بتوع الانسومنيا او بتوع الاكسسيف داي تايم سليبنس، لازم تساله قد ايه انت بتنام اصلا. سؤال common: weakness promoted by caffeine is mediated by its effect upon which neurotransmitter? أدينوزين. تمام. لأن الكافيين هو اللي بيكسر الأدينوزين، والأدينوزين ده هو اللي بيخليك عايز تنام throughout the day، يعني ده اللي بيتجمع بحاجة اسمها homeostatic mechanism. تمام. من الأدوية دي في رأيكم مين اللي ما ينفعش نديه في الريسلس ليك سندروم؟
مين اللي ما ينفعش نديه في ريستلس ليج سندروم؟ فينلافاكسنت. كل الانتي ديبريسنت بيكسسربيت الريستلس ليج سندروم وبتزوده. كيس ستوري ديت 72 سنه كوجنيتيف ديكلاين during the nights في movement في الارمز وبيضربها وفي الصبح هو ناسي كل اللي بيحصل وبالليل حاسس ان في حاجه بتمشي وراه كميه احلام فظيعه وحركات وهو نايم كتير. Your suggestions for diagnosis. Lewy body dementia. One of the diagnostic signs of Lewy body dementia is what we call ايه اللي بيحصل له ده اسمه ايه؟ REM behavioral disorder. تمام، انتوا عندكم معلومات جميله جدا. اعتقد خلصت المحاضره كده. Which of the following describe narcolepsy؟ حضرتك عارفينها طبعا. عارفين narcolepsy اللي هو الجاثوم او النوم الزياده بيحصل عندهم ايه؟ اوكي وسليب باراليسيس كاتابلكسي تمام صح سي هو ده الاكثر. So the relations between sleep and psychiatry is a major problem or the major issue. ان ممكن زي ما دكتور محمد كان بيقول عياناني السايكاتري بيبقى عندهم sleep disturbance وممكن يبقى فيه في السليب هو اللي بيكسسربيت السايكاتريك بروبلم وهنشوف كمان ازاي او في بعض الحالات. كمان السيمبتومز كان مي اوفرلاب، ممكن السيمبتومز بتاعت السليب ديس اوردر تبقى شبه السيمبتومز بتاعت السايكاتريك ديس اوردر. This is examples للسليب قد ايه correlated with psychiatric disorder. مثلا كلنا عارفين المود ديس اوردر ميجور ديبريسيف ديس اوردر ليهم دايورنال فاريشن صح كده؟ الرابيد سايكلر معناها ان ممكن يحصل اكتر من مره خلال السنه وغالبا بيبقى ريليتد مع التشينج بتاعت الويذر يعني تشينج اوف ذا سيركاديان ريزم تشينج اوف ذا انيوال ريزم ويتش انديكيت ان في ريليشنز ما بين السليب والسايكاتريك ديس اوردر. عارفين اقوى واسرع انتي ديبريسنت هو مين؟ يعني لو جاي لك طالب النهارده وقال لك دكتور او اهله جايبينه بكره عنده امتحان ثانويه عامه بكره الامتحان الفاينل اللي لازم ينجح فيه لو ما نجحش مستقبله ضاع والولد ديبريسد وبيعيط ورافض يعمل اي حاجه. What the best treatment you do؟ حد هيقول لي اس تي ما ينفعش صح كده؟ كونفيوجنز وكمان الاس تي محتاج ثلاث اربع ايام يعني مش هنقدر نعمل له صح كده؟ كيتامين this is a possibility although it's under study بس الكيتامين على فكره برضو مش من اول سيشن محتاج ثلاثه سيشنز ورا بعض نص مللي جرام بير كي جي كيتامين انفيوجن but this is a very good example. طب عايز حاجه اسهل ترامادول do you think ان هو ولد ديبرست هيتحسن تاني يوم على الترامادول؟ الترامادول is anti depressant it's in our eye بس كل الاس ان ار اي عايزين وقت هو هيتحسن از انرجي طاقه لكن لا ده انا عايزه ديبرشن يروح تاني يوم الصبح تنيميه صح كده؟ طيب ها حد موافق؟ actually one of the precipitating factor of depression is sleep. كل ما تطول السليب كل ما هيزيد الديبرشن وفي correlations ما بين الديبرشن والتوتال تايم اوف سليب بارتيكولرلي ريم سليب. يعني كلما زاد ريم سليب كلما زاد البوسيبيليتي اوف ديبرشن. فلو انت عايز تخفف واحد بتعمل له ايه؟ سليب ديبريفيشن ما ينامش بس من غير اي ولا اي حاجه الليله دي هو ما ينامش. الميموري مش هيبقى مش هيعرف يذاكر الليله دي لان كل الذاكره لو عارفين برضو في الريم سليب الميموري كونسوليديشن في ريم سليب فلو ما نامش مش هيحصل له ميموري كونسوليديشن فاليوم ده هو مش هيذاكر حاجه دي حقيقه بس لو ما نامش الليله كلها فهو تاني يوم هيبقى فيري جود اد ريجارد امبروفمنت اوف ديبرشن مش بس الميموري بتاعته تاني يوم هيبقى هيجيب من الميموري القديمه يا فندم السليب ديبريفيشن فور وان داي از جاست فور ديبرشن
انا مش بتكلم على الكوجنيشن. عارفين لما الطالب يقول لك بس يخش يكتب اي حاجه هينجح، هو بس ناقص اليوم ده اللي يعدي، انا مش عايزه يفتكر حتى اللي هيذاكره النهارده، بس الحاجات اللي قديمه هيعرف يجيبها. لكن البيست انتي ديبريسنت از سليب ديبريفيشنز، والبيست او مش احنا نقول بقى البيست، بس الاقوى حاجه تعمل لك مانيك شيفت سليب ديبريفيشن. يعني اغلب العيانين البايبولر يجي يقول لك اصله كان عنده فرح وراح وسهر ومش عارف ايه، تاني يوم داخل في مانيا. ايوه حضرتك، بس ما شربش حشيش. والله يا فندم انا عارف، مجرد انه سهر مده طويله وعمل sleep deprivations, this is have an antidepressant effect and can precipitate mania up to it can precipitate mania. المشكله في السليب ديبريفيشن، طب احنا ما بنستخدموش ليه؟ ما دي حاجه حلوه جدا صح؟ sleep deprivations مش insomnia. sleep deprivations واحد عنده depression تاني يوم he is marvelous، مش دخل يسرق. عارفين ليه ده ما يقدرش نستخدمه as a measure for treatment of depression؟ حاجة واحدة بس، تاني يوم لما هينام هيحصل ايه؟ هيعوض اكتر حاجة عايز يعوضها ايه؟ رام. رام هو اكتر حاجة لازم تدفع الدبت فيها، حرمت الجسم منها هيقولك ماشي براحتك، بس تاني يوم اول ما هتسيب نفسك تنام هدخلك في الرام very rapidly. فاكرين لما بنسهر يومين ثلاثة وشفتات ومش عارف ايه، تاني يوم اخبارنا ايه اول ما ننام؟ احلام 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 احلام، تلاقي نفسك بتحلم وقايم اخبارك ايه؟ مضروب بالجزمة. ليه؟ ما انا نمت اهو 8 9 10 ساعات. انت لخبطت لهم السيركيديان ريزم اللي ربنا خلقها، وجعلنا النهار معاشا وجعلنا الليل لباسا، صح كده؟ ما قالش جعله حتى، جعلنا بفعل ماضي، الموضوع انتهى مش بايدك. عايز تلعب شيل قرفك، شيل الهم اللي هيطلع منه. فاول ما هتنام تاني هتخش في ريم شديد، وهتخش في سليب كتير، هتصحى تالت يوم بسيفير ديبريشن اب تو سويسايد. فهو اتس فيري ريسكي انك انت بتعمل حاجه تاني يوم المصيبه جايه جاي، لانه هينام وهيخش في ريم سليب. يس سيركيديان شيفت. الله يرحمه دكتور طارق بيقول لك انا في نايت اول وفي مش عارف ايه اللي هو طيور بالنهار وطيور الليل، كان الله يرحمه طير ليلي ما بينامش بالليل، يفضل سهران يخلص محاضراته كده، واغلبنا او في ناس انا واحد منهم كده، اديني اديك شغل طول الليل والصبح لو النبي ما تصحيني بدري عشان ادي محاضره، الله يكرمك هصحى متاخر وهخنق الناس واربطهم ساعه، عارف اللي هو اديني متاخر انا معاك ان شاء الله للفجر. طبعا ده جينيتيكالي، بس ده مش بيأفكتنج ذا سليب اركتكتشرز، ده بيأفكتنج ذا سيركيديان ريزم اللي هو سليب اونست اند سليب اوفست. لكن الاركتكتشر هيمشي بنفس السيكونس، ستيج 1 2 3 رام سليب سيركلز زي ما دكتورة جايدة كانت بتتكلم فيها، سيركلز اوف سليب سيركلز اوف رام، الاركتكتشر مش هيتغير. لكن انت جينيتيكالي سسبتبل او جينيتيكالي في حاجه اسمها سي فوس اند سي بوز، ده حاجات كده اكتشفوها جينيتيكالي انك انت في الهايبوثالامس عندك جينز بتاع الصحيان الليلي، وبعضنا عنده جينز بتاعه الصحيان النهاري. حطي على ده بقى الاستيمولس بتاعه الضوء والموبايل والتلفزيون وهدوء الليل ومتعتك بالحياه، وانك انت ممكن تحس كده بالوحدويه كده، وانك انت مالك نفسك غير ما العيال الصبح قاعدين يصرخوا وده جاي عايز حاجه وده عايز حاجه. فدي كلها في بعض الناس بيحصل لهم شيفت، فدي اسمه سيركيديان شيفت او سيركيديان ريزم ديس اوردرز. في حاجه اسمها ديليد شيفت وفي حاجه ادفانسد شيفت. زمان كان اهلنا كلهم عندهم ادفانسد شيفت، بس هم كانوا صح، هو مش ادفانسد، هو زي الفل اللي هو ينام الساعه 8 9 كان مسلسل 7 وربع فاكرين، ونشره طبعا لا انتوا شباب لكن ايه ده تعجيز، اهلا وسهلا اهلا وسهلا الدفعه اللي هو 7 وربع المسلسل 9 نشره الاخبار، كل عام وانتم بخير، التلفزيون بتاع البيضه اللي بتطلع دي. فانت كده ماشي مع السيركيديان ريزم اولموست. طبعا لو رجعنا لورا شويه ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم اكيد ما كانش فيه مسلسل الساعه 7 وربع، كانوا يصلوا العشاء وينام
ويصحى على الفجر. كل ما تمشي قريب من السيركيديان ريزم ده معناه برولونجد لايف مور هيلث. تلاقي لما تسمع قصص الانبياء، ودكتور محمد يشاركنا في القصه دي، يقول لك ان مش عارف سيدنا ابو بكر كان عنده لما بدا الحرب 65 سنه 65 سنه احنا النهارده عندين في المستشفيات حضرتك عشان ركابنا الله يكرمك. دول كانوا بيحاربوا. يس، طريقه الحياه مختلفه، طريقه النوم مختلفه، طريقه الهيلث مختلفه، واللايف اكسبكتنسي بيزيد. لكن احنا اللي جبنا لنفسنا التطور باضراره، زي فوائده فلي اضرار. المانيك شيفت زي ما قلنا ممكن يحصل بالريم ديبريفيشن او سليب ديبريفيشن. في ستاديز بتقول الجلوبال انسومنيا از ا بريدكتور فور سويسايد. كتير قوي بنشوف ناس حاولوا الانتحار عشان مش عارف ينام، فصلت مش قادر انام كتير جدا. وطبعا لما بتشوفوا الناس اللي عندهم جلوبال انسومنيا، عارفين يعني ايه جلوبال انسومنيا؟ مش خالص، مش بقى ايرلي ولا ليت ولا انتربتد ولا اسرق نص ساعه واصحى، لا يا فندم مش عايزه تقفل. ولما تسال الاهل، عشان كان في حاجه اسمها سليب ستيت مس بيرسبشن، اللي هو الراجل ينام وهو يقول لك انا ما نمتش، لا لما تسال يقول لك لا ده قاعد قدامنا ما بينامش، بقى لنا شهر ما بينامش. This is a predictor for suicide. فسو ذير از ا كورليشنز بتوين ذا سليب بروبلمز او المود ديس اوردرز بارتيكولارلي والسليب ديستربنس. الانكزايتي كلنا عارفين ان one of the sign of post traumatic stress disorder is nightmares. اشمعنى يعني؟ اشمعنى ان دي one of the cardinal sign which again indicate ان between the post traumatic او الانكزايتي disorder والسليب there is a good correlation. سكيزوفرينيا طبعا السايكوزس اغلبها بتحصل at night، دي برضو indicating ان في correlations between the psychiatric disorders and the circadian rhythm. نفس الكلام الى حد ما، ميجور ديبرشن 60% بيحصل لهم سليب ويك ديستربنس، 20% من الناس اللي عندهم اكسسيف دي تايم سليبنس عندهم اتيبيكال ديبرشن. تعرفين الساينز اوف اتيبيكال ديبرشن، هم بيناموا كتير. والموست كومن ريزيديوال سيمبتومز افتر تريتمنت اوف ديبرشن از فاتيج اند انسومنيا سام تايمز. معانا الدكاتره ممكن لو عملوا بروموشن للادويه بتاعتهم كل واحد يقول لك I improve the depression as much as I can، والمدرس سكيل والعارف ايه سكيلز ويوريك ستاديز. قليل منهم يقول لي قد ايه الامبروفمنت في الانسومنيا which is a major issue، او في الاكسسيف daytime sleepiness. فلو واحد بيشتغل على الانسومنيا هتلاقيه بيعمل نوم، ولو واحد بيفوق هتلاقيه بيعمل انسومنيا، وتفضل انت في الدايليما دي. هحاول اعدي الحاجات بسرعه. الاكسسيف سليبنس والاكستريم ابيتايتس ده ممكن يبقى جزء من اتيبيكال ديبرشن، بس زي نفس الكلام ممكن يبقى جزء من سليب ديس اوردر زي الناركوليبسي اللي فيه اكسسيف سليبنس. هنخش بسرعه كده على النيورو ترانسميترز برضو، يعني دي حاجه كده في الناس اللي بيشتغلوا في السليب. احنا بنعمل حاجه اسمها سليب ستادي اللي هو البوليسومنوجرافي، وبنطلع شويه داتا وارقام، منها التوتال سليب تايم، منها السليب افيشنسي، منها الرام ليتنسي والرام دينستي اند سو اون. واحنا بنعمل الحاجات دي وبندرسها في العيانين السايكاتريك بيشنتس، طلع عندنا شويه بيولوجيكال ماركر. سؤال، عندك واحد عنده 70 سنه وجاي لك بسودو ديبرشن سودو ديمنشيا، واحد تاني عنده ديمنشيا، تفرقوهم ازاي؟ يعني بيجي لك العيان يقول لك انا عنده ابويا مش عارف ايه وبينسى ومتضايق وبيعيط وازاي انا بنسى ومش عارف ايه ده انا حياتي، وحاول ينتحر ويعيط. المانيفيستيشن اوف ديبرشن موجوده، والمانيفيستيشن ممكن تبقى ديبرسيف سودو ديمنشيا، فاكرين الجدول بتاع سنه اولى ده، والمانيفيستيشن الثانيه بتاعت الزهايمر ديمنشيا. حد يفرق لي؟ عيان الديبرشن، عيان الالزهايمر ممكن شكرا يا فندم، عيان الالزهايمر ممكن يجي له مود ديستربنس. ممكن بتاع الديمنشن يعمل كومبليشن انك تلاقيه هيقول لي دول دي حقيقه. عيانين الديمنشيا غالبا لما بتساليهم سؤال بيجاوبوا وكونفيبيوليتنج. وعيان عيان الديبرشن ممكن اي دونت نو ساين فيري جود ساين. ماشي انا بحسب انك عكسه. اوكي طب دكتور ما تعمل لي اشعه في
طب مش انت قلت الزهايمر؟ طب ما تعملي اشعه، اعملي ام ار اي. الزهايمر ما بيبانش فيهم حاجه في الام ار اي، صح؟ ولا الدبريشن. احنا عندنا في السليب بيولوجيكال ماركر، لو عملت له سليب ستادي اقدر اقول لك والدك تاورد ديمنشيا اكتر ولا تاورد ديبريشن اكتر. ازاي؟ حد يلقطها؟ رام. اللي بيزين عندهم الرام هم بتوع الايه؟ ديبريشن، صح؟ والالزهايمر وان اوف ذا كاردينال ساين فور الزهايمر ديمنشيا ان الرام تقل جدا. فاكرين ميموري كونسوليديشنز؟ فاكرين ان اللي بيشغل الرام هو الاستايل كولين اللي هو نيورو ترانسميتر ضايع في الالزهايمر؟ This is one of the cardinal signs or biological marker you can use for differentiation, for example, between pseudodementia and dementia. انك تقيس الرام وتفولو ات، عشان واحده برضو مش هتعرف طب هو الاساس بتاعه كان ايه، معرفوش. فاحنا بنعمل دلوقتي وكمان 3 شهور تعالى نقيس، كمان 3 شهور لا ده والدك داخل في ديبريشن كلاسيكال لان الرام قاعد يزيد، او فايس فيرس ده والدك داخل في الالزهايمر كلاسيكال لان الرام قاعد يقل. So this is one of the signs we can use في differentiation. Yes, sundowning له علاقة أكتر ب ب ما هو delirium، بس sundowning حتى في الألزهايمر وده delirium. يعني delirium ده اللي هو إن manifestation والhallucination تزيد at night، صح كده؟ طب وحتى واحد عنده ألزهايمر وما هوش ما هوش ما هوش delirious برضه المانيفستيشنز بتزيد ات نايت. فهي الساند داونينج بس ليها اكتر ريليشنز مع السيركيديان ريتم مش مع الرام، احنا بنتكلم حاجه ديورنج سليب. فبنلاقي ان يعني الى حد ما الرام ليتنسي والرام دانستي اند سو اون وي كان ديفرينشيت بتوين الزهايمر ديمنشيا اند ديبرسيف سودو ديمنشيا. فبيقول لك ان ريديوس رام ليتنسي وانكريز REM period, particularly the first REM period, is a biological marker for depression. في حاجة كمان اسمها trait marker. عارفين يعني إيه الفرق ما بين trait marker و state marker؟ أوكي. State marker إن لو جالي depression هيحصل لي الـ signs دي. زي increased REM latency و increased REM period. ده اسمها state marker. يعني لو جالي depression هيحصل لي الأعراض دي في الREM. ولو راح الدبريشن الاعراض دي او الساينز دي هتروح. طب ايه هي بقى التريت ماركر؟ ان حتى لما يخف الدبريشن الناس دول بيفضل عندهم ساين دي، زي حاجه كده اسمها ريم دينستي، ان بيبقى عندهم بتوع السليب انكريس. انتوا عارفين فاكرين الريم دكتوره جايده قالت لكم اللي هي في رابيد اي موفمنت، لما تقيسها كمبيوترايز هتلاقي الدينستي بتاعه الرابيد اي موفمنت عاليه، اند ذيس از ا ساين فور ديبريشن. It will state or will be present as a trait marker. Sorry, as a trait marker. حتى بعد ما انت تخف من الدبريشن. دي هتفضل معك. زي خلاص بصمة عشان جالك depression أو major depressive disorder. هحاول أعدي الحتة دي عشان أخش في clinical بقى. Neurotransmitters. نفس neurotransmitter involved في السليب لو بصيتوا عليها هي نفسها اللي قاعدين نتكلم عليها في حياتنا في السيكاتري. فبس كل المقدمة دي عشان أقول لكم في بجد good correlations between depression and sleep disorder. عايز الاوراكسنز برضو حضرتك خدتوه، لكن هنبتدي بقى في الكيسز عشان ما نضيعش وقتنا. كيس 1، هل ممكن depression ما يبقاش mood disorder؟ هنلعب شويه بقى، احنا هنبتدي في شويه لعب كده نشوف بجد. عارف البتاع ده بيتحط فين؟ خليني مسؤول. When depression is not a mood disorder, this is possible؟ تعال نشوف. This is a patient 43 سنة مهندس جايالي بالكومبلين ده، هيفي سموكر
تعبان على طول، مفيش نفس الحاجه، الشغل على طول مفهوش تركيز، دايما مدروخ، مش قادر اقوم بشغلي، حياتي كلها بتضيع، اقعد اشرب سجاير، نومي متقطع، باكل كتير جدا، دايما مهمد، ومفيش حل الخروج، والباور سيكشوال باور عندي اولموست زيرو. كلاسيكال كيس اوف ديبرشن. فيهاش اي مشاكل، لو انا جالي هحط له اي حاجه فور انتي ديبرسنت. الكونديشن ستارتد 8 سنين، الراجل بدا يبقى عنده هايبرسومنيا وليزي، وكان قلق يمكن عشان خدت كورتيزون، عشان كان عنده شويه الرجي. الويت بيزيد، هايبرتنسيف. هبص لكم، هتبصوا على الادويه اللي كتبها لي وحضرتكم هتقولوا لي اعمل ايه. لكن هو عنده بوست فاميلي هيستوري ان مامته دخلت في سيم ديبرشن اند شي دايد. لما بدات دخلي بالورقه دي بالظبط عشان اكتب علاج، مهندس اورجانيزد ستراكتشرد، رتب لي كل حاجه خدها خلال الفتره اللي فاتت. نعم، مش اوز دي ده صح كده؟ اوز دي محدش يعمل كده صح؟ ها ده ظابط الدنيا، بس خد بالك هو خانقك. كل ده مكتوب، الليسته بتاعت الكتاب مكتوبه، ده خلصنا. وكل تمام يا دكتور. ساعة ما بصيت على كده، بصيت على عمل 6 جلسات كهرباء، نو امبروفمنت، انسى يبقى ديبرشن. اصل الكتب قالت لنا ما ينفعش، واحنا ما ينفعش نضحك على نفسنا. احنا اتعلمنا ان الاي اس تي الفيلير ريت بتاعه نسبته قد ايه؟ في كله دايما يقول لك سكسس ريت عالي، سايد افكت. طب في فيلير يعني طب لو واحد ما جابش النتيجه على الاي اس تي الالجوريزم بيقف صح؟ احنا كل ما تبص على الالجوريزم بتاع مش عارف ايه بتاع اي APA whatever هيقول لك يقف عند كلمه الاي اس تي اخر الليسته صح؟ اخر المربع اللي تحت، اللي هو انسى بقى خلاص كده، انت حاولت كل حاجه ومفيش حاجه هتجيب نتيجه، فخش على الاي اس تي. طب ولو دخلت على الاي اس تي وما جابش نتيجه يبقى انت مش بيشن، يبقى انت مش العين بتاعي، يبقى الدياجنوز بتاعك غلط. دكتوره قالت صح، العيان ده عنده حاجة تانية خالص غير الدبريشن، والمانيفستيشن مور اور لس سيميلر تو ذا كيس اوف ديبريشن. لما عملنا له سليب ستادي طلع ده النورمال بوليسومنوجرافي، بنبص على الاي موفمنت في اول تو لاينز، بنبص على الاي اي جي، بنبص على الاي سي جي، بنبص على الريسبيراتوري موفمنت اللي هو دي الريسبيراتوري فلو و الشيست والابدومينال موفمنت. ده نورمال، العيان طلع بالشكل ده. ايه الابنورمال؟ الفلو بيقف. سليب ابنيا. ما اعرفش الفيديو شغال ولا لا، هيبقى بيشتغل من هنا نتمنى. لا، واحد بياخد نفسه بيشخر شوية، مش مشكلة كلنا بنشخر، وخد نفس وما طلعش، النفس معلق، فالأكسجين هيقع، فالبرين هيصوت، أنا كده بموت، حد يلحقني، اصحى بسرعة فوق. هو الراجل هيضطر عايز يفتح الابر اير واي، هيبتدي يتفتح الابر اير واي عشان ياخد نفسه، كل ده هو لسه ما خدش نفسه. الشيست والابدومينال موفمنت بيفايت، حد يفتح لي الباب، حد يطلع لي الاكسجين. فتح النفس الحمد لله، اكسجين اتاخد الحمد لله، دخل المخ زي الفل، الحمد لله انا عايش اهو، يلا فوق بقى معايا. الراجل يعني تعبان مهدود، كملها نوم تاني وجات اتاك تانيه اند سو. مع كل اتاك اكسجين بيقع، sympathetic nervous system بيزيد، brain is damaging, stroke is possible. انت اقرب من الموت الى الحياه، وكل ده الراجل لسه ما خدش نفسه، الفيديو ما وقفش.
عارفين الاكسجين وصل كام دلوقتي، عارفين قد ايه الراجل ده بقى سيانوزد، عارفين قد ايه all the body is under stress. واخيرا خدنا نفس الحمد لله ونكمل على هذا. تخيل ان ده ممكن يحصل لك بقى في الليله 20-30 مره في الساعه خالص، لانه ولا مره من دول صحي. طب ما ايه اللي حصل؟ هي از اراوزد، البرين اللي صحي. الراجل ده صاحي الصبح بيشتكي من ايه؟ ما نمتش. والزوجه اللي جنبه او اهله يا عم بتشخر صح؟ This is real. العيان ما نامش، البرين ما نامش. اصل طز فيك انت مش مهم للدرجه دي، هو المخ اللي عايز يفصل. فالمخ ما فصلش، وكل ما يفصل حد يقول له اصحى معايا. عشان تخيلوا العيان ده انه خد بنزودايزيبين فور اكزامبل، مفيش ريسبونس، البرين هيفضل نايم، الاكسجين هيوطى ومحدش هيصحيه. طب اصحى يا عم والنبي انت معايا، معلش اصل مش واخد بالي. And he died. And this is a common story. One of the signs of obstructive sleep apnea if does not treated. انك انت تديها بنزودايزيبينز او حاجه من المصر ريلاكسز and he will die. لانه مفيش respiratory drive. ساحة ما الاكسجين وطى محدش صحى المخ. الحبة اللي انتوا شفتوه بيصحى ده هي ده اللي احنا كنا عايزينه. طبعا مش عايزينه يفضل كده لانه مفيش اي ريسبونس. العيان كان obstructive sleep apnea بنفس المانيفستيشنز بتاعت الاوبستراكتيف سليب ابني. اتس فيري كومن ان واحد يقول لي يا عم دي مش كتيره قوي كده يعني. رايكم كام بيرسنت اوبستراكتيف سليب ابني بريفالنس يعني؟ استاديز قدامكم تتواصل ما بين 10 ل 25%. انا اسف ده انتوا الكميه الدبرشن اللي انتوا عاملين بيها قسم اسمه سايكاتري على بعضه كده كام البرسنت بتاعت الدبرشن؟ 10-15% في بعض يعني. انا اكتر منكم، شوف انا بتكلم معلش كان انا السليب سبيشالست وحضراتكم ساكن يعني. انتوا عاملين لي قسم عشان الدبرشن ولا قسم وتلاقي مش عارف ايه للتشايلد وحاجه للجيرياتريك وكل النسب عندكم 7-8-10-12-15%. ده انا عندي 20% و25% ومش معمول لي قسم. ده انا المفروض ابقى برانش لوحدي. فاكرين بدايه المحاضره؟ ده انا برانش لوحدي، انا مسؤولية خاصة بدكاترة يشخصوني. حتى لو انت ما عرفتش تشخصني حد تاني يشخصني، حد سبيشالايزد. سو البرسنت بتوصل في البريفالنس لحوالي 25%. طبعا برضو ساينز ان كل التختخين ما فيش كده، انا بس اعتقد في القعدة متوقعين ان هو عنده سليب ابني، ان الناس تخان هول بكويكين، قصة الشورت نيك والمش عارف ايه والأوبيز صح كده؟ مش دي كومن ستوري؟ فلا مؤاخذة انا هشخصها من غير حضرتك. مجرد ان واحد يخش عليا كده تخين وفي شله كده ومفهوه ومتختخ ورقبته تخينه، هو ده اللي هشخصه ان هو سليب ابنيا. This is right. ايه رايكم في الراجل ده؟ رفيع وامور خالص وراجل بيس ومش تخين خالص، وشه باين ان هو رفنع. ايه رايكم؟ This is the classical case for sleep apnea. I can predict almost 90% in non sleep apnea. ليه؟ شو؟ في بعضنا ناس دقنهم صغننة. يا دكتور ده دقن صغنن ده اللي هو تحس انه بيبي فيس كده. Highly susceptible for sleep apnea. لأنه لما بيقع ده بيتقفل. الأبر إيرواي بيتقفل. فهو في ساينز او في ناس مش لازم كلهم تخان زي ما انتم متخيلين. طبعا لو عنده نيزل بروبلم، لو عنده جو بروبلم زي ريتروجنوثيا اللي عند الراجل ده، او لو عندك ادينويدز، او لو عندك انفلاماتوري بروسس عاليه، او لو عندك حتى بوست فاميلي هيستوري اوف سليب ابني، مش لازم تبقى اوبيز عشان يبقى عندك سليب ابني. يعني مش دي اللي لازم يجي في دماغنا ان التخان هما اللي بيجي لهم سليب ابني، لا ده حتى رفيعين جدا بيجي لهم سليب ابني. في سندروم انا اشتغلت مع احد اساتذه في ستانفورد كان بيهاجمني طول واحنا 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 تحت التدريب وانا مش فاهم. لا ومش عارف ايه انت سايكاتريس، استنى شويه انت يا عم هو السايكاتريس ده. قلت احنا بقى نقول مع اصحابنا بقى هو اصله يمكن واخد جلستين كهربا متغاظ مننا ومش عارف. فلما بدانا نبقى اصحاب بقى وكده بقول له انت ليه دايما بتهاجم السايكاتريس؟ قال لي اصل انتوا لما ما بتلاقوش دايجنوز بتحطوا من عندكم دايجنوز.
يعني انتوا حتى الاسكيزوفرينيا، هو مين اللي قال ان هو اسمه اسكيزوفرينيا؟ ممكن تطلع حاجه ثانيه خالص. انتوا جمعتوا شويه اعراض وقلتوا هو العيان اللي هيطلع كده هنسميه اسكيزوفرينيا. انتوا عندكم دايجنوز اسمه فايبرومايالجيا وكرونيك فاتيك سندروم، صح؟ وقاعدين تقولوا ده سايكاتريك دايجنوز. عملتوا له سليب ستادي؟ يعني لو عملته هتلاقي مش لازم سليب ابنيا حاجه اسمها ابر اير واي ريزيستنس سندروم، يعني مش لازم الابنيا بتقف خالص، لا ده بس الاكسجين بيقل شويه، فالراجل ده بيحصل له اراوزل من غير هايبوكسيميا، جاست بس بيقل سنه فاراوز وفي ريزيستنس في الابر اير واي، فبيقوم مجهد لانه ما نامش، انه نفس السليب ابنيا بس في مايلدر فورم، فبيسموه ابر اير واي ريزيستنس. وعمل ريسيرش كبير جدا، جاب كل الناس اللي تشخصوا كرونيك فاتيج وفايبرومالجي وعمل لهم سليب ستادي بارتيكولاري، بس عمل حاجه اسمها نيزو اوسوفيجيال بريشر مونيتورنج، يعني بيدخل جوه الاوسوفيجاس حاجه تو مونيتور بريشر، عشان بيقول لك الابر اير واي ريزيستنس ده مش هيظهر في العادي، بيظهر مع انكريزد انتراثوراثيك بريشر، ولقى انه كلهم عندهم ابر اير واي ريزيستنس. وانك لما عالجت الابر اير واي ريزيستنس اللي هو سليب ديس اوردر، انت عالجت الكرونيك فاتيج والفايبرومالجيا. فدايما this is a very important sign to exclude sleep disorder in patients who are fatigued or distressed او بينام كتير او مجهد او فقد القدره على الشغل and so on. فدي differential diagnosis، العيان ده غالبا كان obstructive sleep apnea. ولو بصينا على السيمبتومز بتاعت الobstructive sleep apnea هتلاقي الdaytime symptoms more or less similar to the symptoms of depression. مورنينج هيدك اللي احنا بنقولها في الترم عندنا اسمه ديورنال فاريشنز بتوع السايكاتري، ان هو الصبح تعبان ومجهد ومصدع، والسوماتيك سيمبتومز لو حد قال لك ايه الهيدك ده هتقول لك سوماتيك سيمبتومز. الكوجنيتيف امبيرمنت، بيرسوناليتي تشينجز، اريكتايل ديس فانكشنز، يمكن اللور اكستريميتي اديما هي الساين الوحيد. فالسيمبتومز بتاعت الدبريشن مش لازم دايما تبقى مود ديس اوردرز، ممكن تبقى سليب ديس اوردر. Apnea contribute to depression and depression contribute to apnea. With increased risk بتاعت الأبنيا في increased risk for depression or manifestation of depression with increased the severity of the apnea. ده المينيمال أبنيا اللي هو أقل من 5، moderate اللي هو أقل من 15، والأكثر من 30 ده severe apnea، والmoderate اللي هو أقل من 15 لغاية 30. Sleep apnea كلما زاد السيفيريتي بتاعتها زاد البوسيبيليتي اوف ديبرشن. عايز اعدي بسرعه ايه الميكانيزم؟ طبعا الميكانيزم بتاعها هي نفسها ان بيحصل سليب ابني، وفي اذر فاكتورز الامبيرد كواليتي اوف لايف، الاكسسيف سليبنس، لقوا فيه الانفلاماتوري ماركرز اللي ريليتد مع الديبرشن زي الانترلوكين اعلى في الاوبستراكتيف سليب ابنيا بيشنت. والسيروتونين اللي احنا مستخدمينه فور ديبرشن ان هو هيحسن الديبرشن، لو اتحسن لو خد سيروتونين، سيروتونين ده ليه رول كمان في الريجوليشنز بتاعت الابر اير واي موتيليتي. فعشان كده ممكن حتى بعض الحالات احنا بنديهم اس اس ار اي فيقول لك ايوه يا دكتور انا اتحسنت شويه، وانت ما حسنتش على فكره ديبرشن، انت حسنت السليب اب. المشكلة انك انت لو نسيت نفسك وديت ادوية من غير ما تاكسكلود سليب ابني، الادوية بتاعتنا بتضر السليب ديسوردرز. فمثلا الحاجات اللي بتعمل ويت جين دي هتزود لي السليب ابني، لو انت شخصت زي الراجل ده ما هو قاعد متشخص غلط بقاله 3 سنين. المصر ريلاكسنز والحاجات اللي بتديكريز الاراودال ثريشولد زي البنزوديازيبين. طيب خلصنا الكيس الاولاني. الكيس الثاني ممكن يجي لك ديمنشيا وما هوش نيورو ديجنراتيف ديسوردر. شخص ديمنشيا والراجل ما عندوش نيورو ديجنراتيف ديسوردر، 70 سنه في ميل، بريزنتد باي ميموري بروبلم، برضو اسوشيتد ويز اكسسيف داي تايم سليبنس، نو باست هيستوري في اي حاجه، سيمبتومز هاز يورينال فاريشنز although there is no other symptoms of depression. يعني مش قادر حتى اقول ان هو depressive pseudo dementia. واحده بس الكوجنيتيف امبيرمنت بتاعتها بيزيد، وما عندهاش اي ميديكال هيستوري، والايمجنج فري، والساين
اللي انا اعتبرت ان ديت ان انا اكتشفتها بهذا البتاع اللي هي النوم الكتير، مع ان عندنا كتير قوي الزهايمر يقول لك نايمين طول النهار صح، بس الحاجه الاهم كانت حاجه اسمها ديورنال فاريشنز، ان واحده عندها ديورنال فاريشن فور اتس كوجنيتيف امبيرمنت، معناها ان هي الصبح مش مركزه خالص، مش سان داونينج بقى، العكس. يعني احنا بنتكلم على الزهايمر بيجي لهم سان داونينج، طب لو العكس ديورنال يعني دي داونينج بقى، الساين دي هتخليني افكر اجين ان احنا مش بنتعامل مع الزهايمر ديمنشيا انذر ديس اوردر برضو. طبعا ما فيش ريسبونس للكولين ستريز ولا للنيم ده انتاجونست ولا اي حاجه. انذر ديس اوردر ان برضو الاوبستراكتيف سليب ابنيا كان كوز امبيرمنت اوف كوجنيشن وكان بي بريزنتد ان ذا فورم اوف ديمنشيا، لانه مش مركزين، ناس كبار بداوا يتوهوا، قايمين بالنهار مش مركزين خالص، بدات تنسى، بدأ مش عارفه اي حاجه. يزوق فروم ذا كلينيكال بوينت احنا فهمناها. اللي يزيد الامر سوءا بقى ان لما حضرتك لو هتعمل كورليشن ما بين الريسبيراتوري ديسربنس اندكس والميني منتال ستيت، الاثنين بيقولوا مع بعض كلما زاد ريسبيراتوري ديسربنس اندكس كلما زاد الميني منتال ستيت يقل. اللي يزيد الامر سوءا بقى ان في ستادي بتقول لك ان الاميلويد بليك اللي احنا قلنا ده بيولوجيكال بتاع ايه الزهايمر increased in patients with obstructive sleep apnea، ويزيد الامر سوءا ان الابو اي 4 اللي احنا برضو كنا قاعدين نتكلم عليه في الزهايمر اكتر في obstructive sleep apnea. نعم، يعني السيمتومز والجينز والبيولوجي في الاوبستراكتيف سليب ابنيا زيه زي الالزهايمر. ده يرجعني للدكتور كريستيان جيمينو ده اللي هو الكريستين جيمينو اللي كان بيقول هو انتم مجمعين سيمتوم ومسميينها بس، مش يمكن احنا مجمعين سيمتوم وسميناها الزهايمر؟ مش يمكن مفيش حاجه اسمها الزهايمر اصلا؟ مش يمكن انك انت مجرد انك تو امبروف السليب وتصلح السليب ابنيا بتاعته ممكن عيانين الالزهايمر يتحسنوا؟ فاهمين الساري استوجينيتيكالي ذا سيم وبيولوجيكالي ذا سيم اميلويد بريكارسور بروتين وفروم اناتوميكال او يعني فروم ذا كلينيكال بوينت اوف ذا فيو سيمتومز ذا سيم. فانت يمكن لو صلحت او اكسكلودد ده ان ذا دايجنوزس now you have a treatable cause for dementia reversible dementia بعكس الالزهايمر اللي انت حاطه irreversible. هل احنا لما بنيجي نعمل اكسكلوجن للالزهايمر اخرنا بنعمل ام ار اي اخرنا بنعمل ثايرويد، هل بجد بندور على السليب as an exclusion؟ ما يمكن الراجل ده عنده سليب ابنيا وانت لو حطيته الزهايمر معنى كده انك انت مفيش تحسن ولا كولين ستريز انهيبيتور ولا حد يقول لي لا ده اديله اكزيلون هيبقى كويس ولا حد يقول لي اديله اريسبت هيبقى كويس، هي الحاجه بس بتبروجريس. ما يمكن لو انت اكسكلودنج السليب ديس اوردر هتوصل لحاجه ريفرسبل، مجرد انك انت تعالجها زي السليب ابنيا يتعالج السيمبتومز. يجي على طبعا دي بيبرز كتير على الريليشنز بين الاوبستراكتيف سليب ابنيا والكوجنيتيف امبيرمنت والكوجنيتيف ديس فانكشنز، وانك انت لو قدرت تعمل لهم ثيرابي باي ذا سي باب كل المانيفيستيشنز بتقل او بتتحسن، الاتنشنز والفانكشنز والميموري. لقوا بس في الاستادي دي ان السايكوموتور ريتارديشن ما اتحسنش قوي. ماشي، خلصنا حاجتين لعبنا في دماغكم فيهم، ان مش كل ديبرشن از ديبرشن ومش كل ديمنشيا از ديمنشيا. ممكن الديبرشن يطلع عندك عند بتاع السايكاتري ويطلع عندي عند بتاع السليب، وممكن الديمنشيا يطلع عندك ويمكن يطلع عندي يبقى محتاج سليب ستادي برضه. طيب الانكزايتي، لا بقى هتقولي الانكزايتي كمان تبعكم هي اي حاجه وخلاص؟ هي الانكزايتي ده ديس اوردر اوف ايه؟ ديس اوردر اوف وات؟ ايه ده كتر مود ولا ميموري؟ هو قاعد يسترجع ميموري صح ولا ميموري؟ مش قاعد ميموري، مش خلاص خلصنا، انت قاعد تجيب الذاكره تجيب لك
مش ده الاهل بيقول لك كل شويه تجيب الحادثه كل شويه تجيب يا عم ما تنساها بقى. هو ميموري امبيرمنت او ميموري بروبلم ولا اكسسيف اراوزلز سمباثيتك نيرفس سيستم ولا سليب ديس اوردر داخل كل حاجه داخله معانا صح كده. حلو انتوا عارفين احنا اتفقنا ان الريم سليب هي التايم اللي بيحصل فيها كونسوليديشن اوف ميموري. مين شغال سايكوثيرابي هنا كتير؟ لما بتشتغلوا في سايكوثيرابي مع البوست تروماتيك ستريس ديس اوردر تقدروا تقولوا انتوا بتقولوا له ايه؟ انا مش بتاع سايكوثيرابي انا بس عايز اسال يعني. واحد عنده بوست تروماتيك ستريس حضرتك لما تبتدي معاه سايكوثيرابي بتطلب منه ايه؟ تمام. طيب احنا لما بننام بنخش في الريم سليب صح؟ والريم دي مسؤوله عن كونسوليديشن اوف ميموري. واتس مينينج اوف كونسوليديشن اوف ميموري؟ انك ترتب ما حدث في اليوم اللي قبله with its emotional component صح؟ هترتب الحادثه. الناس اللي عندهم بوست تروماتيك ستريس ديس اوردر اللي بيحصل ايه؟ ان هو بينام ويبتدي يسترجع الحادثه بنفس its emotional component. فده معناه ان حصل ديستربنس في الريم مش قادر يعتبرها ميموري وقادر لازم عادي يعتبرها حقيقه. فاهمين الثيوري ايه دلوقتي؟ ان هو انا المفروض لما انام ابتدي استرجع الذاكره او ارتبها واقول ايوه دي كانت انا مريت بالحادثه الفلانيه وكان معاها الايموشن الفلانيه اه دي كانت حادثه فظيعه لا حول ولا قوه الا بالله بس ربنا نجاني بس 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 وابتدي ارتب الحياه. الناس اللي عندهم بوست تروماتيك ستريس اوردر عندهم ريم كتير وعشان كده النايت ميرز كتير. بس كل ما بيصحوا وكل ما بيناموا ما بيحصلش الكونسوليديشنز بالطريقه المرتبه اللي بتحصل لنا فعشان كده تاني يوم بيعتبر ان الحقيقه لسه قائمه ان الحادثه لسه هتحصل والحادثه ممكن تحصل تاني وانا بعيش نفس احاسيس الحادثه ما تقدرش يتعمل لها كونسوليديشن صح. فدي ثيوري ان فيه ان البوست تروماتيك ستريس ديس اوردر ممكن تبقى مشكله في الرم اللي بيعمل كونسوليديشن اوف ميموري ريم زياده ومتلخبط فمخلي الكونسوليديشن اوف ميموري مش صح مش مرتبه زي ما احنا الانسان الطبيعي يقدر يرتبها. فبيقول لك بوست تروماتيك ستريس ديس اوردر ديفلوب وين ذا ميموري اوف ذا تروماتيك ايفنت انكودد ديورينج ان اكشوال تروما فيل تو بروسيس نورمالي. النورمال بروسيسنج اللي احنا كنا بنقول عليه المفروض ان ترتب ان هذه الحادثه تمت وانتهت وانا اقدر اعيش بقى وانا الحمد لله ربنا نجاني. ده هي ما تقدرش يتعمل لها بروسيسنج صح during REM sleep فبدات تبقى انتروسيف وبدات تيجي بايتس ايموشنال كومبوننت كل مره. فدي ثيوري ان البوست تروماتيك مش انكزايتي والبوست تروماتيك ممكن تبقى سليب ديس اوردر. سو ان سايكوثيرابي ويل تيل ذا بيشنت تو ستوب فوكسينج اون ذا ديتيلز اوف واتس هابن اند سي وات ذا تروماتيك ايفنت مينز هاو ات فيت وذ ذا ريست اوف ذير اكسبيرينس اند هاو ات تيتش ذم اباوت ذا فيوتشرز. ما هو ده اللوجيك اللي احنا بنعمله. الانسان الطبيعي اللي ما جالوش بوست تروماتيك ستريس ديس اوردر حصل كونسوليديشن صح في الميموري لما نمت وترتبت الافكار فبدات اعرف بقى لا الحمد لله مش هعدي في الشارع ده تاني ولا ومش هسوق العربيه بنفس السرعه ولا لازم احافظ على نفسي ولازم ابقى شارب حاجه ولازم نايم كويس قبل ما اسوق. فتبتدي حتى تحجم نفسك من اللي جاي. لكن البوست تروماتيك ما بيلعبوش اللعبه دي خالص. ده بيفضل يعيد نفس الميموري بنفس الايموشنال كومبوننت تاني. وده اللي بيسجست ان البوست تروماتيك ستريس ديس اوردر از اسليب ريليتد ميموري بروبلم. يعني ده مشكله في السليب مش عارفه تعمل صح فور كونسوليديشن اوف ميموري. وفي اختبارات كتيره وابحاث كتيره عن الموضوع ده بس مش عايز ادخل عشان وقتكم يعني. طيب كده وصلنا ديبريشن بتاعتي الديمنشيا بتاعتي البوست تروماتيك ستريس ديس اوردر ليا حته فيها صح. نيجي على الاتنشن ديفيست. الاتنشن ديفيست ديس اوردرز يحصل ايه لو انتوا اديتوا ستيمولنت او اتوموكستين والام جت قالت لك بقى زي الزفت زي الزفت ده سائق يا دكتور. انتوا بتشوفوا اللي بتشغل مين اللي بيشغل تشايلد سايكاتري هنا بتشوفوا الحالات دي ترد عليها تقول لها ايه؟ زود الدوز. يا جدع يا دكتور ده سائق زود الدوز. انت مالك انت
ما هو الكتاب عندنا مش هيهزر، مش كل، مش انت هتبقى اذكى من كل خلق الله الاساتذه اللي علمونا دول. اتنشن ديفيسيت لازم يتعالج بايه؟ ستيمولنت طبيعي، صح؟ ايه المشكله في كده؟ حد عنده اعتراض؟ زود الدوز. امتى تدي الواحد طفل عنده المانيفستيشن اوف اتنشن ديفيسيت ستيمولنت ويسوق؟ لو هو ما عندوش اتنشن ديفيسيت. طب ايه اللي ممكن يجيب لي مانيفستيشنز شبه الاتنشن ديفيسيت بالظبط؟ كلاسيكال. قولوا لي يا شباب، لما دكتور محمد انت ما نمتش وبتتاوب وحالتك بالبلد، انا الخيبه واحده. طيب لما دكتور محمد ما بينامش يبتدي يتاوب ومهمد ويطلع كل شويه يشرب له سجاره ونرجع وناخد نفسين وكوبايه قهوه ومش عارف ايه، بنبقى مهمدين، صح؟ الاطفال لما يبقوا مهمدين بيبقى حالتهم ايه؟ ريتابل. عارفين لما بتركب طياره ولا تركب قطر وتلاقي الولد اللي قاعد يشد وقاعد انت مش عارف تنام منه، فالام اول جمله تقولها لك ايه؟ معلش اصله ما نامش، صح؟ عايز ينام. الاطفال عكسنا، لما يجوا ما يناموش الدنيا تخرب، احنا لما بننامش الدنيا بنهمد، هم لا بيهيجوا بيثاروا، تمام؟ فالمانيفستيشن بتاعت الاثاره دي بتبقى شكلها ايه؟ هايبر اكتيف، ريتابل، ريستلس، مش عارف ايه، انتنتيف، مش مركز، مش عارف يفكر ومش عارف يعمل اي حاجه. لا لا لا، ده المانيفستيشن كلاسيكال بتاعت الاتنشن ديفيسيت. وكل المانيفستيشن اللي موجوده انه التشايلد ده از سليب ديبرايفد. يعني الطفل لما يبقى سليب ديبرايفد معناها ان هيجي لك مانيفستيشن اوف اتنشن ديفيسيت. ايه المشكله؟ اديته ستيمولنت، ذا ساين افكت اوف ذا ستيمولنت. عشان كده العيان زاد يا فندم، مش عشان الست بتستهبل. الانسومنيا زادت لما حضرتك اديته ستيمولنت، فالطفل بدا يبقى اريتيتد اكتر وتعصب اكتر، والام لما قالت لك ان الحاله ساءت ما كانتش بتهزر. ولما انت زودت الجرعه الاعراض هتسوق اكتر والدنيا باظت ومش هتجي لك تاني. لو طفل عنده اندياجنوز بيريودك ليج موفمنت او ريستلس ليج سيندرومز او ابستراكتيف سليب ابنيا، غالبا المانيفستيشن از ذا سيم ات ذات اوف اتنشن ديفيسيت بتاعت مانيفستيشن اوف سليب ديبريفيشنز. ومهما لو عدت تعالج مش هيتحسن، بالعكس الاستيمولنت ممكن تو جيت ذا كويس وورس. دايما السؤال، هل الاطفال ممكن يجي لهم ابستراكتيف سليب ابنيا؟ ده طفل عنده ادينويدز، بص النفس بتاعه دي فايت. احنا دايما عندنا ده بدا يشخر زي ابوه، بسم الله ما شاء الله كبر وبدا يبقى زي ابوه كده وبقى يطلع له دقن. ايوه يا فندم، الموضوع هو وابوه عايزين يتعالجوا حضرتك. انتوا عارفين الريسبير، شايفين الولد بيعافر ازاي عشان ينام، بيحارب عشان ينام، هو اكشوالي ويخش في ابنيا ايفنتس كمان. انتوا عارفين ان احنا لما بنيجي نعمل الريسبيراتوري ديستربنس اندكس احنا قلنا لغايه 5 اكسبتد، 5 مرات توقف نفسك بالساعه، ومن 5 ل 15 مايلد سليب ابنيا، من 15 ل 30 مودريتلي سليب ابنيا، اكتر من 30 يو هاف ا سيفير سليب ابنيا، اللي هي عدد مرات وقف نفسك في الساعة. ايه الرقم اللي اكسبتد عند الاطفال؟ احنا قلنا احنا الادلت من اول 5، يعني انا ممكن اوقف 5 مرات في الساعة ما اطلبش عليك. ايه الرقم اللي مطلوب او اللي اكسبتد عند الاطفال؟ زيرو. زيرو. عارفين يعني ايه؟ يعني الولد لو وقف نفسه مرة واحدة في الساعة during sleep is indicated for therapy، يعتبر مايلد سليب ابنيا. طب ليه يا فندم؟ ليه يعني ما يناموا زينا؟ مالهم؟ عايزين ايه؟ احنا عايزين الطفل محتاج ايه؟ جروث هرمون يا فندم. ده لازم يبقى ان ديب سليب ريلاكس سليب وذاوت ابنيا عشان يطلع لهم جروث هرمون. فانت لو ما عملتش اللعبه دي الولد ده هيبقى ريتاردد اد ريجاردنج البيهيفير واد ريتاردنج الثينكينج والكوجنيشن. دكتور محمد احنا وقتنا خلص ولا؟ سو امتى الاتنشن ديفيسيت تبقى اكسسربيتد ويز ستيمولنت؟ لو عندهم حاجه من دولت، ابستراكتيف سليب ابنيا او اي حاجه من الريستلس ليج سندروم او البريودك ليج موفمنت اللي انتربتنج السليب. دي المانيفستيشنز بتاعت السليب ابنيا في الاطفال، هيبقى عندهم اوبوزيشنال بيهيفير، هايبر اكتيفيتي، ان اتنشنز،
وحتى الاندكس اوف ذا اتنشن ديفيسيت هايبر اكتيفيتي ديس اوردر اندكس بيزيد مع بس كل المانيفيستيشنز دي تؤكد انك انت لازم تعالج السليب ديس اوردرز قبل ما تفكر تعالج الاتنشن ديفيسيت وذ ذا ستيمولنت. ودي شويه ستاديز برضو بتقول لك انك انت لما تعمل لهم تريتمنت كل الحالات دي بتتحسن. طيب نخش كده, احنا اتفقنا اتنشن ديفيسيت بتاعتي محدش يمد ايده عليها, ديبريشن بتاعتنا محدش يمد ايده عليها, الزهايمر بتاعتنا صح كده؟ طيب طبعا محدش يمد ايده على حاجه. طيب نحط كده ستوري كلنا بنمر بيها. انسومنيا, واحد جالك فحضرتك بيقول لك يا دكتور ما بنامش وعندي انسومنيا انيشال اور ليت, فحضرتك اول ما فكرت بدات تحط انتي ديبريسنت وقال لك لا ما بنامش, انت هتعمل ايه في الانتي ديبريسنت؟ ليت سي تريبتيزول مثلا اللي هو الحبيب الملايين. ها فقررت نعلي شويه, بص بقى انت هتاخد اولانزابين 10 مللي جرام يخمدوا قرد صح, بنديهم للادكت عندنا ولا الكواتيابين بيرجع مش طيب صح كده؟ ما بنامش. طب بص انا هديك مرتازابين, بص بقى مع الريمارول مع الاولانزابين, عارف العين الغيت ده اللي هو ما بنامش يخرب بيت زي ما انا يا دكتور ما بنامش عارف, لا ويقولها لك بطريقه الاستفزاز الاهانه يعني انت ما تفهمش, انت ما تفهمش يا دكتور ما بنامش. هل بجد ايه اللي بيجي في ذهنكم ده في اللحظه دي؟ انت بتستهبل, ده مالينجرينج, ده مش صح كده؟ ما بياخدش العلاج صح كده ولا لا؟ يعني ايه يا دكتوره ما بنامش؟ هي نص ساعه ساعتين يعني, انا واخد 10 20 مللي اولانزابين او ميرتازابين 30 مللي او طب عايز اربع خمس ساعات بس عشان اعرف اروح شغلي ما بنامش وما اناش ادكت ولا وقفت لك الكافيين وعملت السليب هايجين كله واستحميت وكلت وشربت الحاجات الحلوه اللي انتوا بتقولوها دي واديتني انت الدواء وما بنامش, هل ممكن واحد ياخد الادويه دي ترايسايكليك ولا الاولانزابين ولا الانسايكوتيك ولا مش عارف ايه وما ينامش؟ هل ممكن؟ ازاي؟ اولانزابين مش هيشفتت, ده المفروض يتخمد ينام, زود الجرعه كوتيابين 600 مل, احنا بنشوف حالات كوتيابين 600 مل ما بنامش. اشهر حته في الادكت واحنا معتبرينها ان هي ايه؟ وذرول صح؟ ما هو يا فندم والله انت بتدي علاج, انا ما قلتش انك انت مقصر في حاجه, انت دكتور محترم, انت مديني علاج للوذرول اللي هي الانسومنيا صح؟ اللي هي تتعالج لوجيك بالاولانزابين والكاتيابين والمرتازابين, ما بتعالجش. طب النون ريم والريم اخباره ايه؟ الراجل هيعرفها ازاي؟ بيحلم. برافو يا دكتور انت حليتها خلاص. لو واحد عنده ريستلس ليج سندروم لو عملت قرد بالحاجات دي مش هينام. اجين عيانين الانسومنيا يو شود اكسكلود ريستلس ليج سندروم وبريديك مومنت الاول قبل ما تعالجه ان هو انسومنيا البريوريتي, لانك لو اديت اي حاجه للانسومنيا اكسبت البنزودايزامين هتزود الريستلس ليج سندروم. كل اللي انت اديتهم دكتور محمد لقطها, مستحيل يا ابني ما تنامش بده كله الا لو عندك مرض تاني الريستلس ليج سندروم والبريوديك ليج موفمنت. عارفين ايه الفرق بينهم ولا لا؟ ريستلس ليج دي هتعمل لك انيشال انسومنيا, دكتور اول ما بخش انام رجلي بتاكلني مضايقاني فابتدي اقوم شويه ودايما الكاردينال ساين دي تكه بس يعني هتاخدوها مني كده يلا لله, ما ارتاحش الا لما اخبطها. ما فيش مرض ما يرتاحش لما يخبطها غير الريستلس الكاونتر بين بيعمل لهم ريليف. كان في فيديو بس ما جبتوش اللي هو الراجل يقعد يضرب رجله بعصايه عشان يرتاح, ده اللي بينيمني هو الكاونتر بين او الموفمنت هي اللي تعمل لهم ريلاكسيشنز. وده هتلاقيهم في القطر وفي الطياره اللونج تير الطياره الطويله رايح جاي وانت عامل ايه يا اسامه اخبارك يا محمد انت كويس؟ ويجي ماشي يا عم بتسيبني انام انا مرتاح. لا استنى بس اصلا كنت نسيت اقول لك ان احنا هنروح ناكله فين وهنعمل ماشي. طيب هو مش قادر يقعد, هو لو قعد رجله بتاكله. وعندنا الترم ده حتى في الاطفال, انتوا عارفين ذا موست كومن كوز اوف ريستلس ليج سندروم ايه هو؟ ايرن ديفيشنسي انيميا. هو الايرن هو مسؤول عن ليه برضو معلش تكه كده
الايرون ده كو او مسؤول في الفورميشنز اوف دوبامين. وعيانين الريسلس ليج سندروم والبريودك ليج موفمنت عندهم ديفيشنسي اوف ذا دوبامين. عشان كده المين ثيرابي از دوبامينرجيك اجونست. جرب بقى مع العيان ده انك تديله حاجه بتاعه الباركنسون دوبامين. الدوبامين هو اللي هيريحه او طبعا الجابا بنتنز او الحاجات دي. فعشان كده ده اللي هينيمه مش الانتي ديبريسنت ولا الانسايكوتيك. بالعكس لان الانسايكوتيك بتاكسسربيت بتضيع الدوبامين. فدي ريستلس ليج سندروم ايرج اللي هو ايرج تو موف ذا ليج سيمتومز وورسن ات ريست اول ما يقعد واتس بيتر وذ موفمنت اند ذا سيمتومز وورس ات ذا ايفنينج. عشان كده بيسموها نوكتورنال فاريشنز مش دايورنال فاريشنز. طب دي ريستلس ليج سندروم. طب البي ال امس احنا هنشوف الفيديوهات بتاعتهم. ده بيحصل ديورنج سليب والراجل نايم اصلا, فهتبتدي يحصل انفولانتري موفمنتس في اللور ليمبس. تمام. والانفولانتري موفمنت دي بتخلي يحصل اراوزلز زيها زي بتاعت سليب ابني. العيان ما بيصحاش, بيشفتت لفوق, بيطلع من الستيج 2 لستيج 1, ستيج 3 لستيج 2 مع كل موفمنت بتحصل في اللور ليمبس. فتاني يوم هيشتكي بالايه؟ ما بنمش. انسس فاكتور سليب وما نمش. الفرق بين ده وما بين الريستلس ليج سندروم ان الريستلس ليج سندروم از ذا ديس اوردر اوف اويكنينج بريفنتنج سليب. عشان كده بيجي يقول لك ايه انيشال انسومنيا. لكن بي ال امس نون ريفريشنج سليب, هو نام بيقول لك بخش انام بس كاني ما نمتش خالص. الفيديوهات بتاعتهم يمكن هنفهمها لكم احسن من النظري. اللي بيحصل لهم ريستلس ليج سندروم بيبتدي يفضل يفرك في السرير. واطفال كتير عندنا تحاول تنيمه, خش يا ولا نام, وتخش تلاقي قاعد يفرك في السرير. بابا مش عارف انام. فانا اللي بعمله ايه مع ابني؟ اتخمد يا كلب بابا. بس عايز اقول لك حاجه, انا رجلي وجعاني. فكنا نسال الاطفال, دكاتره الاطفال يقول لك جروينج بين, جروينج بين. مفيش, بص قعدنا نفتح في كتب الطب كلها مفيش حاجه اسمها جروينج بين. يعني عارفين زي التشخيصات كده احنا المصريين بنقدر, او يعني الدكاتره قادرين. عنده برد في رجله, عنده رطوبه في رجله, هو كومن كولد ان ذا بون. ادور عليها يا عم على كومن كولد ان ذا بون او جروينج بين, حاجه ايه اللي بيطول يجيب الم ده؟ مفيش حاجه اسمها كده. كل ده از ريستلس ليج سندروم. العيان متضايق, العيان يفضل يعمل حركات عشان يرتاح, والطفل بيحصل فيه كده. وزي ما قلنا اهم كوز بس اكسكلود الانيميا اليوريميا. في البريجننسي بيحصل لهم ريستلس ليج سندروم. ستات لما محمد تحس انك انت نومك بقى في البدايه كده صعب, رجليه مضايقاني, حتى صعب يقول لك الم, هو بيقول لك مضايقاني بتاكلني. طبعا الدايابيتس ممكن يعمل الكلام ده انسان, يبتدي يعمل حركات لا اراديه, يبتدي يعمل كرامبس في اللور ليمبس. طبعا الهايبوكالسيميا ممكن يبقى ديفرنشال دايجنوزس. الديسك ممكن يعمل نفس الكلام, بس ده كلها بريفنتنج انيشيشن اوف سليب. فدول ناس عندهم انسومنيا, فكر كده تديهم اي انتي ديبريسنت اور انسايكوتيك, ذا كيس از وورس. ممكن تبقى كرامز, ديسكومفورت, تينجلينج, فهي هتدخلك في ديفرنشيشن مع الهايبوكالسيميا. بس هي الحاجه الوحيده اللي انا كأسامة يعني بشخصها بيها كاونتر بين ريليف ذا تنشن. اول ما اقوم اتحرك, اصل الكرامب لما اتحرك ما يفكش, ولا الديسك ولا النيوروباثي, بالعكس ده يزيد. ده يقول لك لا, اول ما اتحرك او اخبطها تفك. دي الساينز بتاعت ما فيهاش حاجه غيرها غير الريستلس ليج سندروم. طب ايه البيريودك ليمب موفمنت ده؟ هو على فكره غيروا الى بيريودك ليمب موفمنت, لانها ممكن تحصل في الليجز, ممكن تحصل في الارمز. الراجل نايم, انا عايزكم تبصوا على الاي جي, طبعا مش عارف هيبان ولا لا. الراجل نايم كومبليتلي, بس في حركه بتحصل في اللور ليمبس بتظهر في الاي جي, في الاي ام جي يعني بتاع اللور ليمبس. وفي كل حركه من دول, انا عايزكم تبصوا على الرجل اليمين, الراجل مكمل نوم, بس الحركه دي بتعمل اراوزل في الاي جي. فعشان كده تاني يوم هو ما نامش اصلا. تاني يوم حاسس كانه عيان اللي سليب ابني, اللي كل شويه بصحى كل شويه بصحى. وطبعا عشان الحركه شايفين ان هي فيري مايلد, صعب جدا حد يلقطها. يعني في الصيف, يعني احنا دايما بنشوف حالات تفضل في الشتاء ما انتش عارف تشخصها, واول في الصيف الزوجه تقول لك ايوه انا شفت رجله. عارفين ليه؟ عشان الرجل مش متغطيه. لكن في الشتاء عمري مع الحركه زي دي تبان لك وهو الشخص متغطي. شايفين الحركه؟
دي برضه تظهر ممكن في الارم اعتقد. مع كل حركه من اللور ليمبس بيبتدي الاي اي جي يتحرك. طبعا في حالات من دي بيتشخص ان هو ابليبتيك. طب ايه افرقها ازاي من الابليبسي كلينيكالي كده وانتوا بتبصوا على الفيديو ده؟ دي بيريودك. عارفين يعني ايه بيريودك؟ عد الثواني ما بين كل واحده والثانيه هتلاقيها اكزاكتلي ذا سيم، ومحدش يعرف ليه اكزاكتلي ذا سيم. بيقولوا ان السيركاديان ريتم داخل فيها، ان هي لما تحصل لازم تبقى اورجانيزد مرتبه. طبعا الحالات دي كلها بتبقى ليها عدد اقل من 10 لو حصلت لنا از اكسبتد، اكتر من 10 انت كده خلاص دخلت في الديس اوردر. 10 بير اور مش 10 بير نايت. زي ما قلنا غالبا بتبقى نتيجه ايرن ديفيشنسي انيميا. من الحاجات المهمه جدا ان هي بتظهر في امراض كتيره جدا ايفن ايرز بيفور المرض نفسه زي الباركنسونيزم واللي هو بودي ديمنشن. من الحاجتين اللي لنا بريدكتور فاكتورز فيهم في السليب، ان لو واحد جاي له سيفير بيريودك ليج موفمنت اند ريم بيهيفيرال ديس اوردر خلال 10 سنين انا اقدر اجزم ان حضرتك هيجي لك باركنسونيزم. يعني قبل حدوث الباركنسونيزم ب 10 سنين اقدر اقول لك ان هيجي لك باركنسونيزم لو عندك الاثنين بي ال امز والريم بيهيفيرال ديس اوردر. فبتظهر مع الريم بيهيفيرال ديس اوردر بالباركنسونيزم واللي هو بودي ديمنشن. ادي الحاجات اللي بتزودها. طبعا كافيين هيزودها، والمصيبه الاكبر كل الانتي ديبريسنت الانتي سايكوتيك والجي اي تي موتيليتي دراجز بيزودوها. اي حاجه بتلعب في الدوبامين بتزود البريودك ليك موفمنت ريسك. فاتفقنا كده عيانين الديبريشنز وعيانين الديمنشيا وعيانين الاتنشن ديفيسيت وعيانين الانسومنيا لو سمحت محدش يمد ايده عليهم، دول سليب سبيشالست. طبعا بهزر، اعملوا اللي انتوا عايزينه. التريتمنت مينلي حاجات دوبامينرجيك، مجرد طبعا الجابا بنتنز والبنزو دايزيبينز والحاجات دي ممكن تشتغل، لكن مينلي انك انت لازم تدي حاجه دوبامينرجيك. وفي ستاديز جوينج اون في جامعه اسكندريه على الدوبامينرجيك ايجنتس في الادكت، هل ده ممكن يساعد الكواليتي اوف لايف والسليب والكلام ده يحسنهم؟ احنا وي ار انجوينج بس في الادكت، لان على فكره الادكت الريستلس ليج سيندروم والبريودك ليج موفمنت عاليه جدا عندهم، عاليه جدا عندهم. والانسومنيا اللي انت قاعد تعالجها مش هتتعالج عشان الناس دولت لازم يحسن لهم البي ال امز. ماشي، احنا لعبنا في كل حاجه الحمد لله. جت على الهلوسينيشنز. الهلوسينيشنز ماشي سايكوزس. تخيل ان حضرتك ممكن تقدم لي حاله هلوسينيشن واقول لك والله ما هي سايكوز، ينفع؟ ايه ازاي؟ هيبنوجوجيك والهيبنوبوميك هلوسينيشنز اتحلت خلاص، احنا مذاكرين ناركوليبسي صح كده؟ الناركوليبسي وان اوف ذا مانيفيستيشنز بتاعتها حاجه اسمها هيبنوجوجيك وهيبنوبوميك هلوسينيشن. عارفين يعني ايه هيبنوجوجيك هلوسينيشنز؟ وهو داخل ينام يبتدي الكوابيس وهو صاحي، مش كوابيس وهو نايم، يبتدي يشوف حاجات ويسمعها. طب انا اعرف ازاي دي سايكوزس ولا مش سايكوز؟ اللي هي بريزنس ات نايت بس. ومين قالك ان بتوع الهيبنوجوجيك ما بيحصلهمش ات نايت؟ انت ناسيه ان هم عندهم اكسسيف داي تايم سليبنس وسليب اتاكس ايفن ان ذا داي، فمعناها ان لما يجي يخش ينام في اي وقت او يحس انه مجهد او هيبتدي يخش في السليب اتاكس هتظهر الهلوسينيشن. احنا كنا بنقول كده زمان يا عم ما دي بتحصل بالليل بس. لا مع النوم يعني، قصدي مش لازم. هو انهي نوم؟ هو الراجل قاعد معاك كده ومره واحده، انتوا عارفين الناركوليبسي الميكانيزم بتاعها ايه؟ ريم بيخش عليك، يخش عليك في اي حته حضرتك، صاحي نايم قاعد بتاكل بتشرب هيجي ريم. ويجي بايه مع الريم؟ كل المانيفيستيشنز بتاعت الريم بما فيها النايت ميرز او الدي دريمينج، فيبتدي يحلم وهو صاحي. فمش لازم يخش كلهم وهو نايم، يعني دايما الهبن هي الاسم مركب انه هو نايم، بس ممكن يحصل بالنهار عادي جدا، لانه هيحصل وانت داخل في النوم، والنوم بيجي في اي وقت حضرتك، نهار وليل. النوم بيجي واحنا قاعدين مع بعض، يجي ايذر بالكاتابليكسي فور اكزامبل، هيجي لك الاتونيا وانت قاعد. فممكن يحصل لهم الهلوسينيشنز ايفن باي داي. طب هعرفها ازاي؟ سليب ستاديز. بس طبعا شفتوا كاتابليكسي قبل كده؟
عارفين ايه كاتابليكسي؟ اللي هو loss of the muscle tone with good emotions. العيال كل ما يلعب يبسطوه، الدكتور بيزغزغه يقع. مبسوط ولا مبسوط جدا؟ مرة واحدة كل سنة وانت طيب، نام نام in REM. فكتابليكسي عبارة عن REM intrusion during wakefulness، وانت صاحي بيخش لك REM. differential diagnosis atonic seizures hypotension postural hypotension syncope مش عارف ايه، صح كده؟ يلعب يقع. والوقعة تقيلة، دي واحدة تانية عندها ناركوليبسي بقى او كاتابليكسي وهي صاحية بتلعب، مرة واحدة برضو بتلوز ذا ماسل تون. هو ايه اللي بيحصل؟ ريم داخل ما استأذنش، ما استناش سيركاديان ريذم، الريم دخل بالاتونيا بتاعته، فحضرتك يو لوست تون، بتفقد القدرة على الوقوف. طبعا انا الموضوع لسه هي كده تعتبر نايمة تمام في الريم، ومرة واحدة تصحى عادي جدا مدروخة متوهة تنام تاني حضرتك. sleep attacks prior of any of these events. انت ممكن يحصل لك hallucinations، لان الهالوسينيشنز تحصل مع بداية السليب، فممكن تحصل لك بالنهار وممكن تحصل لوحدها، يعني مش لازم الفول بلوم بيكتشرز بتاعت الناركوليبسي. بتحاول تفوق بتروخه مش فايقه، اصلها في بريم حضرتك، هي كل دي نايمه وبتتحرك وبتتكلم وبتهزر، ومره واحده الريم يجي بخبته بالاتونيا بتاعته. عايزه تمسك نفسها باي شكل، بتقاوم. نامت سنه كده ولا بتحاول بتفايت؟ الناس دول بيحاولوا ان هم يفوقوا بس عشان تعرف تكمل يومها، تكمل اي حاجه. بتقع، خدت بالكم حركه الرجل دي؟ دي الرجل ثابت، لان ممكن الكاتابليكسي ما تبقاش جنرالايز، ممكن تبقى جاست فوكال، يعني وان ليمب تسيب او جو يقع او عين تضرب، مش لازم تبقى جنرالايزد اول اوفر ذا بودي. كان عندي السكرتيره في ستانفورد، لا في ماجيل، كانت سكرتيره ناركوليبتك، فكان القانون الكندي يسمح لها بسرير في المكتب، من حقها ان هي تيجي قافله النور وقافله عليها الباب ومنع التليفونات واخده ناب لمده ربع ساعه نص ساعه في اي وقت، ولو رئيس الجمهوريه عايزها ما تردش خلاص كده، لان الناب از فيري ريستريتيف، يعني لو دي دخلت بس تريح ربع ساعه تقوم تور يشتغل معاك اليوم كله، بس لو حصل التاني جالها السليب اتاكس لازم تخش تريح لها الربع ساعه دي او النص ساعه. ناركوليبسي الايج اوف اونست، انا اسف، نفس الايج اوف اونست بتاعت السكيزوفرينيا. مشكله كبيره زيها زي الاوبستراكتيف سليب ابنيا، في امراض كده بره اللايسنس از فوربيدن لو هي مش اندر ثيرابي وكنترولد، دي والاوبستراكتيف سليب ابنيا. يعني لو حضرتك معاك الاوبستراكتيف سليب ابنيا اللي هو البوليسومنوجرافي اكتر من 30 محدش يقدر يديك لايسنس. ايوه يا فندم، حضرتك تعالجت وبتاخد سي باب ومعاك او ثيرابي ومعاك ريبورت انك انت اتحسنت اتفضل. فهي ديت من الحاجات اللي اكيد برضو في اللايسنس مهم، لانه بينام وغصب عنه. نيجي للنكد بقى، انا جاي اخد منكم حالاتكم كلها. ناركوليبسي في نفس الايج اوف اونست بتاعت الاسكيزوفرينيا، الفيرست والسكند ديكيد، هل اثنين الناركوليبسي
الانستنس طبعا اقل من الاسكيزوفرينيا مش بنفس الريت، لكن الاوفرلابنج اوف ذا سيمتومز ممكن يعمل لي مشكله، لانك لو انت واحد عنده هالوسينيشنز وانت شخصته ان هو سكيزوفرينيا واديته انت سايكوتيك وهو ناركوليبتيك، انت زودت السليب اتاكس والتايردنس والكاتابلكسي. طب والعكس، هو علاج الناركوليبس، طب انا شخصته ان هو ناركوليبتيك، علاج الناركوليبسي ايه؟ ستيمولنت يا فندم، ومودافينيل اللي هو ممكن بريسبتيت سايكوز. ان انا لو العيان العكس انا شخصته ناركوليبتيك وهو اصلا في اليمنت اوف سكيزوفرينيا، انت معنى كده هتزود السايكوزس لان الاستيمولنت از سايكوجينيك. اوديتوري هالوسينيشنز اكتر في السكيزوفرينيا، كان الفيجوال والكاينيتيك هالوسينيشنز اكتر في الناركوليبسي. This is one just differentiating sign. الميس دايجنوز زي ما قلنا ممكن يلخبط لنا الدنيا. ممكن الاستيمولنت لوحدها الناركوليبتيك، يعني واحد عنده ناركوليبسي واديته استيمولنت يحصل له سايكوز. انتوا فاهمين الدنيا قد ايه اوفرلاب؟ انك انت طب خلاص له هو ناركوليبسي ومعايا ايفيدنس ومعايا بوليسومنوجرافي ايفيدنس ومعاه كل الكاتابلكسي وكل حاجه، طب اديته ستيمولنت ممكن يحصل لهم سايكوز ويتشخصوا ان هم سكيزوفرينيا. فانت دايما الدايجنوزس وان اوف ذا ديفرنشال دايجنوزس اوف سكيزوفرينيا شود بوت ان مايند هو الناركوليبسي. وفي برضو عملوا ستاديز ولقوا ان الحالات اللي معاهم ريفراكتوري سكيزوفرينيا بالذات بوزيتيف سيمبتومز وذ اكسسيف داي تايم سليبنس، لما خدوا ستيمولنت اتحسنوا لانه اعتبروهم دولت على الناركوليبتيك تترات. يبقى احنا كده اخدنا اغلب حالاتكم، الناركوليبسي ممكن تبقى او الهالوسينيشنز ممكن تبقى سايكوتيك، وممكن تبقى او السكيزوفرينيا ممكن تبقى ناركوليبتيك، الدبريشنز ممكن يبقى اوبستراكتيف سليب ابنيا، الانسومنيا ممكن يبقى ريستلس ليج سندروم، الكوليزم اللي هو بتاع الادكشن ويبقى سليب بروبلم. يس، الالكول ينيم ولا ما ينيمش؟ الكول يعني ساعات ناس يقول يا دكتور بص انا الانسومنيا بحاربها بالكحول، بيره كاس بيره كاس مش عارف ايه، ينيم ولا ما ينيمش؟ هو المفروض ان هو ايه؟ جابامينرجيك، اشتغل على الجابه، فالمفروض ينيم. ليه ما بينيم؟ لا ده ما بيخلي الانترابشنز في السليب كله ضايع. حاجه بسيطه جدا، اصل هو دايوريتكس، الالكول بيدخلك الحمام كتير، فلما ياخده بالليل هو كده كده لازم هيخش الحمام، ولو ما عملش الحمام هيعمل على نفسه حضرتك. تمام، دي اول حاجه. والحاجه الثانيه ريليتد باللي حضرتك بتقوليه بقى الريم ومش عارف ايه، ان هو ما بيعملش ديب سليب، بيعمل ريم ما بيعملش ديب سليب. سبحان الله ما فيش دواء يزود الديب سليب، كل الادويه تزود لك ستيج 2 والرم، ستيج 2 والرم، دواء يزود الديب سليب قليلين شويه. عشان كده مفيش دواء بيقوم العيان ريفرشت. كل يوم يقول لك الله دكتور دكتور نمت، بس نفسي انام النوم الطبيعي. عارفين الكلمه دي بتغيظني قوي، اعمل لك ايه؟ ما هو الطبيعي ده بتاع ربنا مش بايديك. عايز النوم عايز انام طبيعي، انت لازم هتنام بالدواء. فدايما النوم الطبيعي بتاع ربنا مختلف عن النوم بتاعنا بتاع الادويه. فبيقول لك لما تيجي تعمل withdrawal from alcohol اللي بيحصل لهم hallucinations. حد شاف حد عالج عيانين alcohol لما تعمل لهم withdrawal بيحصل لهم ايه؟ بيبتدوا hallucinating، بيسموها ايه؟ hallucinosis، ولها اسم تاني delirium tremens. ان once ان they stop alcohol بيحصل لهم delirium tremens اللي هو بيبتدي hallucinating visual auditory وعليه كتير جدا. تعرفين ده ليه؟ عشان الريم بيزيد. يعني هما الويدرول اوف الكول ايكوال تو ناركوليبسي مور اور ليس. طبعا يعني بحاول اقرب الامور، هيبتدي يحصل ريم كتير جدا فيبتدي يحصل لهم فيجوال هالوسينيشن. فاجين الحالات دي بتاعتنا مش بتاعتكم، الالكول لازم يتعالج سليب سبيشالست كمان. طيب يلا نكمل النكت. هل ممكن يبقى بوليميا ونوت ايتينج ديس اوردر؟ يعني اي بوليميا لازم تبقى ايتينج سو عيب بقى تدخلوا راسكم في كل حاجه. هل بوليميا ممكن يبقى نوت ايتينج ديس اوردر؟ حد يقول رين بيهيفيرال ديس اوردر ما بيقومش ياكل يا فندم. رين بيهيفيرال ديس اوردر هيتعارك وهو في مكانه. لكن هل ممكن واحد يقوم ياكل؟ احنا عارفين سليب توكينج ووكينج، سليب ووكينج. حد شاف عنده طفل عنده سليب ووكينج؟ از فيري كومن، يعني انك تلاقي طفل اقل من 10 سنين ولا حاجه بيمشي هو نايم، بس هيروح ياكل ويفتح الثلاجه
انا هقول لكم على قصه بنت مهندسه كانت بتجيلي زي القمر، بس تخينه جدا تخينه جدا يعني. فبتقول لي انا بقوم افتح الثلاجه واكل لحمه نايم عيش معفن اي حاجه ما هوش حتى ما اناش عارفه انا يعني، الدقيق بتاكله بايديها، السكر بيتاكل من الايد كده، وانا ناسي كل اللي بيحصل ده، واكتشف ده الصبح والثلاجه قدامها تقول لي، لدرجه ان انا اتعودت يا دكتور اظبط المنبه قبل ماما عشان طبعا العيات، وماما تقول لها اللي انت عملتيه ده واحد بياكل مش، فاصحى اظبط المنبه اغسل قدام الثلاجه وانضف الثلاجه كل يوم عشان انا بصحى اذروه الدنيا. خدوا بالكم ما في حاجه اسمها نوكتورنال ايتينج ديس اوردر، وفي حاجه اسمها بلاش، ان في واحد بيقوم ياكل فايق زي كلنا ناس التخان، دي حلاوه الاكل بالليل كده، والواحد ياكل له حاجه ساقعه كده ولا حته جاتوه اللي بالثلاجه اللي مستخبيه دي كانت سايباها للعيال المدام، حلوه جدا انك تقوم تاكل بالليل، لكن ده اللي عيني بيقوموا مش حاسين بحاجه. انا فاكر الالفاظ، الفراخ نيه، اللحمه نيه، الاكل مش 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 كوكت، اي حاجه بشوفها باكلها. هو بصراحه انا ما بشوفهاش يا دكتور، بشوفها تاني يوم. دول بنسميهم نوكتورنال ايتينج سندروم. نوكتورنال ايتينج سندروم از ا بينج لايك بات ويذاوت كونشسنس. عارفين البينج اللي هو النوكتورن، دول بيبقى فايق انا عارف انا بعمل ايه، لكن دولت مش فايقين، ده نايم حضرتك، ده وان اوف ذا سليب ووكينج سندروم، وان اوف ذا باراسومنيز. يقوم ياكل وياكل اي حاجه ملهاش كوك ولا لها طعم ولا اي حاجه، باكل دي بايديا، تاكل مش عارف ايه بايديا، العيش بعف، اي حاجه هلاقيها في الثلاجه باكلها، وارجع انام تاني without mentations about these situations. ممكن تحصل من ست من مره لست مرات بير نايت، اوت اوف كنترول، ما اقدرش اتحكم فيها، امنيزيا فور ذا ايفنت، مفيش اي حاجه، ماناش فاكره اي حاجه. تاني انا بقيت تقولي انا بعرفها من يعني من الزروطه اللي حوالين الثلاجه، لانها مش بتاكل بطريقه، بتاكل بايديها وبتاكل توقع، هي نايمه اكشولي. دريم لايك منتيشنز، هاف اويك اند هاف سليب، تقول لك انا كاني بحلم، كاني كنت بحلم بس مش هقدر اكونترول ماي سيلف. المشكله ان ديت could be a complications من الأدوية اللي احنا بنعتبرينها سيف، اللي هو الزولبيدام والزاليبلكلون والزوبليدون والحاجات دي اللي هي البنزودازيبين لايك، ده ممكن يبقى سايد افكت ليها، وطبعا ممكن تبقى ايديوباثيك، وممكن تبقى سكندري لأوبستراكتيف سليب أبنيا أو سليب ووكينج. هنعرف ازاي ان العيانة دي يعني مش محطوطة بقى الكلام ماشي، فده اسمه نوكتورنال ايتينج سندروم. الأقرب حاجة فيها اللي هو سليب ريليتد ايتينج ديس اوردر، اللي هو بيقوم ياكل بس فايق، اللي احنا اسمه sleep related eating disorder، اللي هو بيفتح الشهية بالليل بالذات في الساعة والشتاء، وانت عارفين عايز حاجة تدفيك، ده اسمه sleep related eating disorder. لكن nocturnal sleeping nocturnal parasomnia بيجي بس بeating، وده كده ما هوش eating disorder، ده sleep disorder one of the sleep walking syndrome. Violence is not criminal, this is possible. ممكن يبقى violence وما هوش criminal. ده كيس 25 سنة، اتجوز، رمى ابنه من البلكون، بس موضوع بسيط جدا، رميه ابنه من البلكون بيزن، عرفوا حلم حياتنا كلنا صح؟ اي حد عايزين هو او امه يترمى من البلكون، الولد رمى من البلكونة، ورمى الاب الابن من البلكونة، الحمد لله الولد انقذ لانه نزل على 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 الشقة اللي تحته، البلكونة اللي تحتيه، والراجل بيقول لك انا ما عملتش اي حاجه، انا ما اعرفش انتوا بتتكلموا في ايه، ما حصلش حاجه خالص، انا ولا فاكر ايه العركه ولا فاكر إيه حاجه، انا نايم لقيت نفسي رميت نفسي من بيصحوني بيقولوا لي رميت ابني من البلكونه. ده الاي اي جي بتاع الاثنين، بتاع النوكتورنال ايتينج سندروم وبتاع الراجل ده. ساعه الايفنت بيحصل ايه؟ هو الراجل نايم، هو دي ويتش ويفز، دي دلتا ويفز او دي ويفز اللي هي سلو ويفز،
ومره واحده حصلت فيها حركه، طب ممكن يبقى صحي. بصوا هنا في شويه دي، يعني الحركه دي معاها دي دي دلتا ويفز، يعني هو بيتحرك وهو نايم. السليب ووكينج والسليب توكينج والنوكتورنال ايتينج سندروم بيظهروا بنفس هذا الشكل. ده عيل نايم جاي له نايت ميرز، بس ليه دي مش نايت ميرز؟ حطوا ديفرنشال دياجنوزيس ان يور مايند. ده الفيديو كومبلكس بارشال سيجرز. طولت قوي يا عم الحاج، ده احنا بقالنا داخلين على الدقيقه اهو. كومبلكس بارشال سيجرز فور سكند. الولد مش بيبص لها اصلا. شي تراي تو كالم هيم، هي از اوت اوف كنترول. وبيكمل نوم، ولما يصحى الصبح حبيبي اللي انت عملته ولا حاجه، ما حصلش حاجه. حبيبي انت كنت خايف امبارح، ما فيش حاجه يا ماما، كنا نايم زي الفل. دول عندهم ايه؟ نايت تيرورز، او بنسميه كونفيوجنال اراوزلز، او سليب درانكنس، اللي هم متروخين بيتوهوا. بتحصل في الاطفال. في حاجه مهمه جدا تركه، انك انت الله يكرمك ما تحاوليش تصحيه. كل ما بتحاول تصحيه هيطول، يا ريتوا مش بيستفيدوا ده هيطول المده. طب تركه للعلاج، افتكروا بس الجمال دي. لا ماشي، يعني سبورت ومش عارف ايه وافويدنج كافيين. صحيه قبل الايفنت بدقائق. انت متعوده الايفنت بتحصل امتى؟ وطبعا دي اذا سليب ووكينج وسليب توكينج وسليب ترانكنس مش تبع الرام، فبتحصل في اول النايت. تمام؟ بتحصل بعد ساعة من السليب، لأن بتحصل في الديب سليب. فبتحصل بعد ساعة، ظبطيها لابنك. هي بتحصل كل قد إيه؟ هي ساعة ساعتين، أو عند ساعة ونص كده لساعتين بتبتدي تظهر. ساعة وربع صحيه فولانتري. أنت اللي تصحيه مش الحالة. طب هيحصل إيه؟ صحيه، اغسلي له وشه، خش الحمام ونتكلم. أنت حبيبي كويس جميل أيام أنت حبيبي، بكرة هنعمل إيه؟ يلا خش نام. مش هتيجي الإيفنت. عارفين ليه؟ لانك كسرت السيركيديان ريزم. هيعيد السيركلز من الاول. ماشي، فلما يجي يعيد السيركل من الاول هتحصل في اخر الليل. اتاخرت كده. طب ومين اللي في اخر الليل؟ الرم. والرم معاه ايه؟ اتونيا. الواد ده مش هيقوم. اتحلت. انت جبت الايفنت عند الرم، مجرد انك كسرت الدايره قبل ما يحصل الايفنت. لكن لو حصل الايفنت ما تعرفيش توقفيه ولا تحاولي تفوقه، لان كل ما هتوقفيه اكتر هتطول القصه اكتر. طبعا عارفين دريمز بكام ريلز دي بقى. انا حاجه كده ميديكال ليجال حضرتها في ستانفورد، جايبين لنا واحد قصته ان هو قتل مراته سنه مش عارف ايه كده، قتل مراته واتسجن، خد 10 سنين. وبعد كده طلع من السجن، فالراجل بقى خلاص بيبتدي حياه جديده، جوز جوازه جديده. فمراته الثانيه في ليله من الليالي اتصلت ب 911، قالت لهم الحقوني جوزي بيهاجم عليا. جه البوليس، جوزها ضاربها ووشها متعور ومش عارف ايه. مالك يا عم؟ ما عملتش حاجه. انت كنت عايز تقتلها زي مراتك الاولانيه يا كلب، انت قتلت ستات. خدوه تاني. يا عم والله ولا قتلت الاولانيه ولا الثانيه، انا كل ما اتخمد افتكر ان انا بتعارك اصحى لا نفسي موت مراتي. فبقت سبيل حلو جدا. اصحى لا، فكره حلوه دي صح، العبوها. فبعته لنا، قال لك لا، احد يعني تعرف الثقافه هناك، قال لك لا اكسكلود ان هو عنده ريم بيهيفيرال ديس اوردر. ريم بيهيفيرال ديس اوردر بيموتوا اللي جنبه، يأذي باي شكل على حسب الحلم على فكره. يعني خدوا بالكم، لو الحلم سيكشوال هيعمل سكس مع اللي جنبه، لو الحلو ضرب هيحصل ضرب مع اللي جنبه، لو الحلم جري هيجري مع اللي جنبه، مالوش اي حل، هو بيحقق احلامه. This is the rim behavior disorder. فدي طبعا الراجل ده خد اسمها ايه؟ تعويض عن العشر سنين اللي فاتوا. كام مليون بقى؟ لان كنتوا انتوا اللي شخصتوا غلط وانا مش متهم يعني.
سوري. ادي الريم بيبلز اوردر، الشخص بيبقى نايم كومبليتلي وبيخش في الريم، والريم المفروض ان ربنا خلقك انك انت لو بصيته فوق بدا يبقى فيه رابيد اي موفمنت، شايفين دي؟ المفروض ان حضرتك تخش في الاتونيا، مفيش اتونيا، وبيتكلم وبيحكي. كل ده هو فريم على فكرة. الاي جي بتاعه الرابيد اي موفمنت كانت شغالة، وبعد كده بدأ خلاص هيفك الدنيا وهيقوم ويتعارك ويضرب and so on. تمام؟ تاني يوم لما تسأل الرجل ده ايه اللي انت عملته ده؟ ايه الاجابة؟ لا عملت. هسأله على الحلم، هيبقى في حلم. Dreams become real. ففي دريمز هو ممكن يحكيها لك. حلمت بايه امبارح؟ حلمت ان انا بتعارك مع فلان، عملت ان انا بجري ورا فلان. فدايما هتلاقي الايفنت ليها علاقه بالحركه. يعني مثلا ده كان واقف ان هو بيتعارك مع واحد، شوف التاني ده هيبقى بيحلم بايه في رايكم؟ جري. انا كنت بجري ورا حاجه او حاجه بتجري ورايا، فعلى حسب الحركه هتلاقي الحلم مربوط بيه. ناقص لنا فيديوهين بس عشان ما اطولش عليكم. قولوا لي لو الراجل ده، لو الطفل ده جالكم هتعتبروه ايه؟ الام جابت لك الفيديو ده وقالت لك الواد ده بيعمل كده بالليل، هيستيريك، ده عيل بيتمرقع. حد عنده دياجنوز تاني غير مرقعه؟ ما بيستاهل، اديله على قفاه. حركه ريبيتيتيف وقاعد، احنا قاعد يخبط دماغه الناحيتين. انا بالنسبه لي والله لو شفت الولد ده امك شوف عايز يجيب له ايه، عيل نومه مقرف. لا ده بص، حركه ريبيتيتيف، لا اما يقعد يضربها او يجيبها يمين في شمال. احنا بالنسبه لنا دي، حد عنده دياجنوز تاني غير انه هيستيريكال؟ حد بيفكر في حاجه ثانيه؟ هيعملها ليه؟ ماشي انا موافقك. ليه؟ لا لا ماشي، ما عنديش مشكله، انت صح على فكره. حركه زي دي لو معاها الاي اي جي ده، الراجل الواد ده نايم، يبقى الواد ده نايم، يبقى كده مش بيستهبل، يبقى كده مش هيستيريكال، يبقى ده اسمها هيد بانجنج. دي حركه هيد بانجنج بيحصل في الاوتستيك وفي المينتالي سب نورمال، وبتحصل از سايد افكت اوف بنزودايزابين، اللي هو نان بنزودايزابين دراجز الهيبنوتيك. ممكن يبتدي الاطفال يحصل لهم هيد بانجنج، حركات لا اراديه بتحصل ديورنج سليب. اتس مور اور ليس لايك سليب ووكينج، لكن بتحصل بس بحركه لا اراديه اللي هي يقعد يخبط دماغه. بصوا على العيل ده، والله بيتمرقع ملهاش حل، بيزار صح كده؟ هيستيريكال. ما عندناش في الطب الحركات دي، مش ده اللي احنا بنشوفه بيرقص. ايه رايكم؟ تخيلوا ان ده كمان مش هيستيريكال. نوكتورنال ديستونيا، دول الحاجتين بيسموهم ريثميك موفمنت ديس اوردر. هيد بانجنج ريثميك بتحصل بنفس الشكل، ونوكتورنال باروكسيزمال ديستونيا اجين از وان اوف ذا سليب ديس اوردر. اتس نوت ايبيليبتيك، اتس نوت هيستيريكال. العيال دي مش بتتمرقع، العيال دول عندهم مشكله في السليب اركتكتشرز وفي السليب ريذم. بتبقى غالبا فاميليير، ممكن تحصل، بتحصل في الاطفال اولموست نورمال، ممكن ما تعتبرها، لكن لو طالت طبعا اتس اسوشيتد ويز ديفلوبمنتال ديلي او نيورو ديجنريتيف ديسوردر. اند ثانك يو، شكرا على الاطاله.